Hello dear first second year students. We're going to study lesson 3 in unit 4 and in this lesson we're going to study trigonometric functions. هنتعرف على حاجة جديدة معانا النهاردة اسمها the unit circle. The circle of center at the origin and of radius equals the unit of length is called a unit circle. يعني انا لو عندي سيركل السنتر بتاعها هو الاوريجين بوينت والريديوس بتاعها equals the unit of length. يعني ايه the unit of length؟ يعني ممكن يكون السنتر بتاعها 1 سنتيمتر 1 متر 1 كيلومتر. المهم ان الريديوس بتاع السيركل دي ب 1 unit length، دي كده بيبقى اسمها unit circle. نبص كده على الفيجر اللي قدامنا ده. انا عندي هنا السيركل دي السنتر بتاعها هو الاوريجين وعندي الريديوس ده ب 1 unit length، يبقى دي كده اسمها unit circle. وزي ما احنا شايفين اليونت سيركل بتعمل انترسيكشن مع الاكس اكسس ات تو بوينتس اللي هي البوينت دي والبوينت دي، وطبعا طالما الريديوس ده ب 1 يبقى البوينت دي ب 1 و 0 والبوينت دي بنيجاتيف 1 و 0، وكمان بتعمل انترسيكشن مع الواي اكسس ات تو بوينتس البوينت دي والبوينت دي، والبوينت دي هتكون طبعا برضو هنا الريديوس ب 1، فهنا البوينت دي هتكون ب 0 1 والبوينت اللي تحت دي هتكون ب 0 ونيجاتيف 1. نلاحظ كده ان الفاليوز اوف اكس اللي على اليونت سيركل بتكون من نيجاتيف 1 لغايه 1، وكمان الفاليوز اوف واي على اليونت سيركل بتكون من نيجاتيف 1 تو 1. عشان كده ممكن نقول ان على اليونت سيركل الاكس بيلونجز تو كلوزد انترفال نيجاتيف 1 1 وكمان الواي بيلونجز تو كلوزد انترفال نيجاتيف 1 1. عندنا سام نوتس مهمه جدا على اليونت سيركل. Number one, if the point xy belongs to the unit circle, then تعالوا نشوف كده. لو انا عندي unit circle زي كده وعليها point زي دي كده، ال coordinates of the point دي x y. طبعا ال x هو هنا ال x coordinate يعني هو ال part ده، وال y هنا هو ال y coordinate يعني ال y هو ال part ده. طيب ما انا عندي ال hypotenuse ده لو رسمته ده كده radius في ال unit circle، يعني اللينث بتاعه بكام؟ ب 1 لينث يونت. يبقى من بايثاغورس ثيرم هنقول ان x باور 2 بلس y باور 2 ايكوالز 1. يبقى انا يا جماعه اي بوينت على اليونت سيركل هيبقى ليها x كوردينيت و y كوردينيت. من بايثاغورس ثيرم بقى هيبقى ال x كوردينيت باور 2 بلس ال y كوردينيت باور 2 ايكوالز 1. دي كانت نوت نمبر 1. نمبر 2، انا لو جيت هنا اجيب كوزاين سيتا، احنا عارفين ان كوزاين سيتا بيبقى ايكوالز adjacent over hypotenuse. الادجيسنت هنا الانجل سيتا هو اكس والهايبوتنس ب 1. طب اكس اوفر 1 ايكوالز اكس، عشان كده ممكن اقول ان كوزاين سيتا ايكوالز اكس. طب تعالوا نجيب ساين سيتا. ساين سيتا ايكوالز اوبوزيت اللي هو واي اوفر هايبوتنس اللي هو 1. طب واي اوفر 1 ايكوالز واي، يعني ساين سيتا كده ايكوالز واي. نستنتج ايه برضو من الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ان لو عندي اي بوينت على اليونت سيركل بيبقى الاكس كوردينيت هو كوزاين سيتا والواي كوردينيت هو ساين سيتا. طب ما تيجوا نعمل ريبليس في الرول دي. هعمل ريبليس ازاي؟ احنا قلنا الاكس بكوزاين سيتا، فهشيل الاكس هنا واحط مكانها كوزاين سيتا، والواي بساين سيتا، يعني انا هشيل الواي دي واحط مكانها ساين سيتا. هتبقى الرول بقى عندي عامله ازاي؟ كوزاين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا ايكوالز 1، ودي رول ثانيه معانا بنستخدمها في حل البروبلمز. طيب تعالوا نجيب تان سيتا. تان سيتا ايكوالز وات؟ احنا عارفين التان ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. الاوبوزيت هو واي والادجيسنت هو اكس، يعني ممكن نقول ان تان سيتا ايكوالز واي اوفر اكس، والواي هي ساين سيتا والاكس هي كوزاين سيتا، يعني تان سيتا ايكوال ساين سيتا اوفر كوزاين سيتا. ودي رول كنا خدناها في ثيرد بريب ومن اليونت سيركل بتاكد لنا ان الرول دي ترو. احنا كنا خدنا شباب الترجنومتريك فانكشنز في ثيرد بريب، هما الساين والكوزاين والتان. دول كده البيزك ترجنومتريك فانكشنز او البيزك ترجنومتريك ريشيوز. هنعرف بقى السنه دي الريسيبريكلز بتاعت البيزك ترجنومتريك فانكشنز. تعالوا نشوف ايه هما الريسيبريكلز للبيزك ترجنومتريك فانكشنز. الريسيبريكل يا شباب لكوزاين سيتا بيبقى اسمه سيك سيتا، يعني سيك سيتا ايكوالز 1 اوفر كوزاين سيتا. طب الريسيبريكل لساين سيتا
يعني 1 over sin سيتا اسمه كوسيك سيتا، والاختصار بتاعه بنكتبه بالشكل ده. طب الريسيبريكال للتان يعني 1 over tan سيتا بيبقى equals كوتان سيتا، والاختصار بتاعه بيكون بالشكل ده. يبقى انا عندي البيزك تريجونومتريك فانكشنز هم ساين سيتا وكوزاين سيتا وتان سيتا، الريسيبريكالز بتوعهم تعالوا كده ناخد اكزامبل. فايند اول تريجونومتريك فانكشنز، نركز بقى لما يقول لي فايند اول تريجونومتريك فانكشنز يبقى مش عايز الساين والكوزاين والتان بس، هيبقى عايز الساين والكوزاين والتان والريسيبريكالز اللي احنا لسه واخدينهم. طيب بيقول لي فور ان انجل اوف ميجر سيتا which is drawn in the standard position and its terminal side intersects the unit circle at the point A in each of the following. وعندنا هنا 3 points، ال point A ب 3 over 5 و 4 over 5، وعندي في number 2 ال point A ب negative 1 و 0، وفي number 3 ال point A ب negative 1 over 2 و y where y bigger than 0. نبدأ بنمبر 1. احنا عرفنا يا شباب اي point على ال unit circle بيبقى الاكس كوردينيت هو الكوزاين والواي كوردينيت هو الساين، ما ننساش المعلومه ديت. عشان كده اول ستيب هنا في السوليوشن بالنسبه لنمبر 1 هقول ان كوزاين سيتا ايكوالز 3 اوفر 5 وساين سيتا هو 4 اوفر 5. طب لو عايز اجيب تان سيتا، احنا قلنا ان تان سيتا ايكوالز يا اما اقول y over x يا اما اقول sin theta over cosine theta both are right. يلا يبقى tan theta equals y over x يعني 4 over 5 divided 3 over 5 equals 4 over 3. انا كده جبت البيزك trigonometric functions اللي هم الكوزين والساين والتان. عشان اجيب بقى الريسيبريكالز كل اللي انا بعمله ان انا بشقلب الفراكشن. طب يلا كده الريسيبريكال بتاع الكوزين هو السك، طب عشان اجيب سك سيتا هشقلب الفراكشن ده هيبقى 5 اوفر 3. طب الريسيبريكال بتاع الساين هو الكوسيك، وعشان اجيب الريسيبريكال بتاع الساين بنفس الطريقه هيبقى عندي 5 اوفر 4. الريسيبريكال بتاع التان هو الكوتان، وعشان اجيب الريسيبريكال بتاع التان بنفس الطريقه هيبقى 3 اوفر 4. ويبقى انا كده جبت كل التريجونومتريك فانكشنز لانجل سيتا اللي عندي. طب نشوف نمبر 2. نمبر 2 عندي ال A ب negative 1 و 0، ده ال X وده ال Y، وال X هو الكوزين وال Y هي الساين. عشان كده بدأت السوليوشن في نمبر 2 وقلت له ان كوزين سيتا ب negative 1، طب ساين سيتا هيبقى ب 0. طيب تان سيتا عارفين ان تان سيتا بتبقى Y over X يعني 0 over negative 1، او ممكن اكتبها 0 divided negative 1 equal 0. انا كده جبت الايه البيزك تريجونومتريك فانكشنز اللي هم الكوزاين والساين والتان. نقدر طبعا نجيب الريسيبريكالز بسهوله. الكوزاين الريسيبريكال بتاعه هو السك. طب انا عندي هنا كوزاين سيتا نيجاتيف 1 اوفر 1، يبقى لما اجي اجيب سك سيتا هيبقى 1 اوفر نيجاتيف 1، هيطلع لي نفس الريزلت نيجاتيف 1. طب بالنسبه للريسيبريكال بتاع الساين، انا عندي الساين بزيرو، الريسيبريكال بتاع الساين هو الكوسيك، بس انا عندي هنا 0 اوفر 1، فلما اجي اجيب الريسيبريكال هيبقى 1 اوفر 0 اللي هو الكوسيك، ده طبعا كده undefined. نفس الكلام بالنسبه للتان، انا عندي تان سيتا برضو بزيرو يعني 0 اوفر 1، فلما اجي اجيب الريسيبريكال اللي هو الكوتان هتبقى كوتان سيتا ايكوالز 1 اوفر 0، وطبعا 1 اوفر 0 undefined. تعالوا بقى نشوف نمبر 3. برضه زي ما عملنا مع 1 و 2، ده الاكس وده الواي، والاكس هو الكوزاين والواي هو الساين. بس هنا بقى هنلاحظ حاجه مختلفه في نمبر 3، ان انا عندي الكوزاين او الاكس بنيجاتيف 1 اوفر 2، لكن الواي ما عنديش الفاليو بتاعته. في الحاله ديت بستخدم الرولز اللي احنا قلناها في سلايد نمبر 1. انا عندي الرول كانت بتقول لي اكس باور 2 بلس واي باور 2 equals 1. طب يلا الاكس هنا بنيجاتيف هاف، فاول ستيب هبدا بيها هتبقى نيجاتيف هاف باور 2 بلس الواي زي ما هي واي باور 2 equals 1. انا كده بقى عندي ايكويشن اقدر اجيب منها الفاليو اوف واي. طبعا هنا نيجاتيف هاف all to the power of 2 هيديني كوارتر، هودي الناحيه الثانيه بالماينس، هتبقى الواي باور 2 equals 1 minus quarter equals 3 over 4.
عشان اجيب الفاليو اوف واي هعمل سكوير روت، وما ننساش مع السكوير روت بوزيتيف اور نيجاتيف، فهيبقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف، ولما اعمل روت 3 اوفر 4 الريزلت هتكون سكوير روت 3 اوفر 2. طب يا ترى الفاليو اوف واي هي البوزيتيف فاليو ولا النيجاتيف فاليو؟ في جيفن هنا قايله لي مهم جدا، قال ان الواي بيجر ذان 0، يبقى انا طبعا هاخد الفاليو البوزيتيف للواي، فهتكون الواي عندي بروت 3 اوفر 2. يبقى انا كده اقدر اكتب البوينت A والكوردينيتس بتوعها كاملين، هتبقى البوينت A ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر 2 وروت 3 اوفر 2، برضو ده الاكس وده الواي وده الكوزاين وده كده الساين. ودلوقتي نقدر نجيب البيزك تريجنومتريك فانكشنز وكمان الريسيبريكلز. نبدا بالبيزك، دايما بنبدا بالبيزك، هيبقى كوزاين سيتا ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر 2، ساين سيتا ايكوال روت 3 اوفر 2، تان سيتا ايكوالز واي اوفر اكس يعني روت 3 اوفر 2 ديفايدد نيجاتيف 1 اوفر 2 ايكوالز نيجاتيف روت 3. نجيب بقى الريسيبريكلز بسهوله، الكوزاين الريسيبريكال بتاعه سيك هيبقى ايكوالز نيجاتيف 2، والساين الريسيبريكال بتاعها كوسيك، وهيبقى الريزلت بتاعتها لما نشقلب روت 3 اوفر 2 هيبقى 2 اوفر روت 3، والريسيبريكال بتاع التان سيتا هو كوتان سيتا، وهتبقى الفاليو بتاعته طبعا هنا اوفر 1، فهيبقى الفاليو بتاعته نيجاتيف 1 اوفر روت 3، ويبقى انا كده جبت الريكوايرد. تعالوا بقى يا شباب نشوف الساين اوف التريجونومتريك فانكشنز في الفور كوادرانتس. عندنا رول مهمه جدا اسمها استيك رول، اسمها غريب طبعا بس هنعرف سميناها استيك رول ليه. لو بصينا كده على اليونت سيركل اللي قدامي، ده كده الفيرست كواد، ده كده السكند كواد، ده كده الثيرد كواد، وده كده الفورث كواد. في الفيرست كواد بيبقى كل التريجنومتريك فانكشنز بوزيتيف، عشان كده مكتوب هنا the all are positive. all اول حرف منها letter A، عشان كده هنا كتبنا letter A في الاول. يبقى في الفيرست كواد all the trigonometric functions are positive، يعني الساين والكوزاين والتان والريسيبريكلز بتوعهم بيكونوا بوزيتيف. في السكند كواد بقى بيبقى عندي الساين والريسيبريكال بتاعها بس اللي هو الكوسيك هم اللي بوزيتيف. طب اول لتر من كلمه ساين اس، عشان كده هنا تاني لتر معانا اس، يبقى نعرف ان احنا في السكند كواد الساين والريسيبريكال بتاعها بس هم اللي بوزيتيف، وطبعا الباقي هيكونوا نيجاتيف. طب في الثيرد كواد التان والكوتان هم بس اللي بوزيتيف، اول لتر من كلمه تان تي، عشان كده هنا هنلاقي عندنا تي، يبقى افهم من كده ان لما الاقي تي يبقى في الثيرد كواد التان اند اتس ريسيبريكال اللي هو الكوتان بيكونوا بوزيتيف والباقي هيكونوا نيجاتيف. اخر حاجه في الفورث كواد الكوزاين والريسيبريكال بتاع اللي هو السيك بيكونوا بوزيتيف، واول لتر من كلمه كوزاين سي، يبقى افهم من كده ان في الفورث كواد الكوزاين والريسيبريكال بيكونوا بوزيتيف، وعشان كده الرول دي سميناها استيك رول. بنستخدمها تاني ازاي؟ اول لتر A يبقى all positive in the first quad، تاني لتر S يبقى sign and its reciprocal positive in the second quad، تالت لتر T يبقى التان والريسيبريكال بتاعها positive في الثيرد كواد، اخر لتر C يبقى الكوزاين and its reciprocal are positive in the fourth quadrant. تعالوا يا جماعة ناخد examples ونشوف بنستخدم الاستيك رول ازاي. لو انا عندي tan 320 بيكون نيجاتيف، ليه بيكون نيجاتيف؟ لان الانجل اللي هي ب 320 بتكون في الفورث كوادرنت، ولسه احنا قايلين ان في الفورث كوادرنت الكوزاين والريسيبريكال هما اللي بيكونوا بوزيتيف والباقي نيجاتيف، عشان كده tan 320 هيكون نيجاتيف because the angle of measure 320 lies in the fourth quadrant. example تاني كوزاين 7 over 3 باي، طبعا عشان اعرف الانجل دي في انهي كوادرنت لازم احول الانجل اللي قدامي دي للديجري ميجر. لما احول الانجل اللي قدامي دي للديجري ميجر بحط مكان الباي 180، فيبقى كوزاين 7 اوفر 3 باي ايكوالز كوزاين 7 اوفر 3 تايمز 180، وبالكالكليتر 7 اوفر 3 تايمز 180 هتطلع لي الريزلت 420، يبقى انا كده عندي كوزاين 420. برضه 420 انا ما اقدرش احدد الانجل دي في انهي كوادرنت لانها اكبر من 360،
طب اعمل ايه؟ بجيب انجل ايكويفالنت للانجل دي، ان انا اعمل ماينس 360. 420 ماينس 360 هتبقى ايكوال 60، يبقى انا عندي كده كوزاين 60. دلوقتي اقدر احدد الانجل دي في انهي كوادرنت، وكمان اقدر احدد الساين بتاعتها. 60 في الفيرست كوادرنت، واحنا قلنا في الفيرست كوادرنت كله بوزيتيف، عشان كده الانجل اللي عندي دي هيبقى الميجر بتاعها بوزيتيف. وطالما الانجل اللي عندي الميجر بتاعها بوزيتيف اللي هي كوزاين 60، يبقى الانجل الاوريجينال اللي هي كانت كوزاين 7 اوفر 3 باي برضه بوزيتيف. انذر اكزامبل، لو عندي كوسيك نيجاتيف 8 اوفر 5 باي، برضو عشان اعرف الساين بتاع الانجل اللي عندي بوزيتيف ولا نيجاتيف لازم اخليها بوزيتيف، وكمان يبقى الميجر بتاعها اقل من 360. طبعا هنا هحولها الاول لديجري ميجر، ان انا هحط مكان الباي 180، فهتبقى ايكوالز كوسيك نيجاتيف 8 اوفر 5 تايمز 180. هنعمل ده على الكالكليتر، هتطلع لي الريزلت 288. طبعا الانجل بالنيجاتيف، لازم اجيب البوزيتيف ميجر بتاعها عشان اعرف هي في انهي كوادرنت، فهعمل نيجاتيف 288 بلس 360 هتطلع لي 72. كده بقى الانجل في انهي كوادرنت؟ في الفيرست كوادرنت، وفي الفيرست كوادرنت اول بوزيتيف، يبقى كده كوسيك 72 از بوزيتيف، ويبقى كده الاوريجينال انجل اللي كانت عندي في البروبلم اللي هي كوسيك نيجاتيف 8 اوفر 5 از بوزيتيف. Example, if theta belongs to 3 pi over 2 و 2 pi و cosine theta equals 5 over 13, find all trigonometric functions of theta. يعني هو مديني الكوزين، يبقى انا عايز اجيب الساين والتان والreciprocals بتوع البيزك trigonometric functions. في حاجة عايزين نقولها يا شباب كده قبل ما نبدأ، لما يقول لي theta belongs to ومديني الانترفال دي، لازم احول الانجلز دي لديجري ميجر عشان اعرف الثيتا في انهي كوادرنت. فهنحط مكان الباي 180، 3 تايمز 180 اوفر 2 هتبقى ب 270، و2 تايمز 180 هتبقى 360. طب لما تبقى الثيتا بيلونجز تو 270 و360، يعني لما تبقى في الانترفال دي، يبقى كده الثيتا في الفورث كوادرنت. احنا هنعمل كده قبل ما نبدا السوليوشن، علشان دي اكيد هنحتاجها واحنا بنحل. نبدأ يلا كده السوليوشن بتاعي. أنا عندي الكوزاين، طب ما أنا عشان أجيب الساين هستخدم الرول اللي إحنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي كوزاين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا إيكوال 1، وأعمل ريبليس هقدر أجيب ساين سيتا. هحط مكان كوزاين سيتا 5 أوفر 13، فهيبقى 5 أوفر 13 all to the power of 2 بلس ساين سكوير سيتا إيكوالز 1. هعمل باور 2 للنمبر ده، هيطلع لي 25 over 169، هودي الناحية التانية بالنيجاتيف، فهيبقى عندي sin square theta equals 1 minus 25 over 169 equals 144 over 169. طبعا هعمل square root عشان اجيب sin theta، هتبقى sin theta equal positive or negative root 144 over 169 هتبقى equals positive or negative 12 over 13. طب يا ترى هاخد ال positive value ولا النيجاتيف فاليو؟ هرجع بقى للكوادرنت اللي فيه سيتا. احنا قلنا سيتا في انهي كوادرنت؟ في الفورث كوادرنت. طب الساين في الفورث كوادرنت بتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هرجع للاستيك رول. يلا في الفورث كوادرنت هنا بتبقى الكوزاين بس هي اللي بوزيتيف، وطبعا الريسيبروكال بتاعها اللي هو السيك، يبقى كده ساين سيتا هتكون بالنيجاتيف. يبقى سينس ان سيتا في الفورث كوادرنت، يبقى ساين سيتا ايكوالز نيجاتيف 12 اوفر 13. كده انا عندي كوزاين سيتا، ولسه جايب اهو ساين سيتا، يبقى اقدر اجيب تان سيتا. تان سيتا واي اوفر اكس او ساين اوفر كوزاين، يعني هعمل نيجاتيف 12 اوفر 13 ديفايدد 5 اوفر 13، الريزلت هتكون نيجاتيف 12 اوفر 5. يبقى انا كده جبت البيزك تريجونومتريك فانكشنز اللي هما الكوزاين والساين والتان، هجيب الريسيبريكالز بتاعتهم بسهوله. الساين الريسيبريكال بتاعها هو الكوسيك، فهيبقى نيجاتيف 12 اوفر 13. الكوزاين الريسيبريكال بتاعها هو السيك، هيبقى 13 اوفر 5 لان الكوزاين كان 5 اوفر 13. واخر حاجه التان الريسيبريكال بتاعها هو الكوتان، فهيكون نيجاتيف 5 اوفر
12. لو بصينا على اليونت سيركل اللي عندي هنا، عندي اليونت سيركل بتعمل انترسكشن مع التو اكسيز ات ذا بوينت A، ذا بوينت A داش، ذا بوينت A دبل داش، ذا بوينت A تريبل داش. اوكي، وده الكلام اللي مكتوب عندنا. If the unit circle intersects the two coordinate axes at the points A, A dash, A double dash and A triple dash as shown in the opposite figure. وطبعا زي ما احنا شايفين ال A 1 و 0، ال A dash 0 1، ال A double dash negative 1 و 0، و A triple dash 0 و negative 1. And if the directed angle in the standard position, its measure is theta and its terminal side, this side, intersects the unit circle at the point B, we notice the following. عندي هنا special angle لسباب اللي هم 0 و 360. عند ال point A ممكن تكون ال directed angle ب 0 أو ب 360. عند ال point A dash بتكون ال angle ب 90. عند ال point A double dash بتكون ال angle ب 180. عند ال point A triple dash بتكون ال angle ب 270. ودول كده السبيشال انجلز اللي احنا هنشوف الترجنومتريك ريشيوز بتاعتهم او الترجنومتريك فانكشنز هتكون بكام. في التابل اللي قدامنا ده في اول كولوم هيبقى عندي الميجر اوف انجل ثيتا، في تاني كولوم هيبقى عندي الكووردينيتس اوف البوينت اوف ذا انترسكشن اوف ذا تيرمينال سايد وذ ذا يونت سيركل، وفي تالت كولوم هنشوف الفاليوز اوف الترجنومتريك فانكشنز اللي هم الساين والكوزاين والتان. تمام، نبدا كده. يلا، احنا قلنا هنا بتكون الانجل مطرح ما انا بشاور كده بتكون الانجل بزيرو، ولو عملنا كومبليت تيرن بتبقى الانجل ب 360. تمام، طيب الكووردينيتس اوف البوينت هنا او البوينت اوف انترسكشن اوف اليونت سيركل مع الاكس اكسس هنا بتكون ب 1 و 0. طب احنا عارفين ان ده الاكس بيكون هو الكوزاين وده الواي بيكون هو الساين، يبقى هنا ساين ثيتا هيكون بزيرو. طب كوزاين ثيتا هيكون ب 1. طب تان ثيتا، التان بنعمل ساين اوفر كوزاين بيكون ب 0. يبقى انا لو عندي انجل ب 0 او ب 360 يبقى الساين بتاع الانجل دي ب 0 والكوزاين بيكون ب 1 والتان بيكون ب 0. طب لو انا عندي انجل ب 90 اللي هي بيكون مكانها هنا، الانترسكشن بوينت هنا لليونت سيركل مع الواي اكسس بيكون عند البوينت 0 1. برضه ده الاكس اللي هو الكوزاين وده الواي اللي هو الساين، يبقى ساين ثيتا هنا اللي هي الثيتا هنا ب 90 هيكون ب 1، ده كده الساين. طب وكوزاين ثيتا هيكون ب 0. وهنا طبعا تان ثيتا لما اجي اعمل ساين اوفر كوزاين هيبقى 1 اوفر 0 هيبقى undefined. تعالوا كده يلا نقول تاني. يبقى بالنسبه للانجل اللي هي ب 90 الساين بتاعها بيكون ب 1، الكوزاين بتاعها بيكون بزيرو، لكن تان 90 بيكون undefined. طب نشوف لما تكون الانجل ب 180 هنا. الانترسكشن اوف اليونت سيركل مع الاكس اكسس هيكون عند البوينت نيجاتيف 1 و 0. ده كده الاكس اللي هو الكوزاين وده الواي اللي هو الساين. يلا كده نطلع بقى الساين والكوزاين والتان للانجل اللي هي ب 180. هيبقى ساين الانجل دي هيكون بزيرو اللي هو الواي. طب كوزاين الانجل دي هيكون بنيجاتيف 1، وتان الانجل دي هنعمل ساين اوفر كوزاين يعني 0 اوفر نيجاتيف 1 هيكون ب 0. تعالوا كده تاني يلا. يبقى لو عندي انجل ب 180 ساين 180 ب 0، كوزاين 180 بنيجاتيف 1، تان 180 ايكوالز 0. اخر انجل معانا اللي هي هنا ب 270، وهنا الانترسكشن اوف اليونت سيركل مع الواي اكسس بيكون عند البوينت 0 نيجاتيف 1. برضه ده الاكس اللي هو الكوزاين وده الواي اللي هو الساين. نقدر بقى دلوقتي نحدد ساين 270، كوزاين 270، تان 270. ساين 270 هيكون بنيجاتيف 1، كوزاين 270 هيكون ب 0. طب لو جيت اجيب تان 270 هعمل ساين اوفر كوزاين يعني نيجاتيف 1 اوفر 0 هيكون undefined. تاني، يبقى بالنسبه للانجل اللي ب 270 هيبقى ساين 270 نيجاتيف 1، كوزاين 270 ايكوالز 0، تان 270 undefined. يبقى احنا كده يا شباب من التيبل ده عرفنا الترجنومتريك ريشيز اوف سام سبيشال انجلز. ايه هم السبيشال انجلز اللي كانوا معانا؟ اللي هم ال 0 وال 360 وال 90 وال 180 وال 270
ونفتكر طبعا ان الانجلز دي كنا خدنا في ليسون 1 ان هم اسمهم كوادرانتال انجلز، والكوادرانتال انجلز دول ما بيكونوش جوه كوادرانت، بيكونوا على الاكس اكسس او الواي اكسس. عرفنا الساين والكوزاين والتان لكل انجل منهم الفاليوز بتاعتهم بكام. تعالوا يا شباب نشوف بقى اكزامبل. الاكزامبل بيقول لي بروف ذات ساين سكوير 60 بلس ساين سكوير 45 بلس ساين سكوير 30 ايكوال كوزاين سكوير باي اوفر 6 ساين باي اوفر 2 ماينس 1 اوفر 3 تان سكوير باي اوفر 3 كوزاين باي بلس كوزاين سكوير باي اوفر 3 ساين 3 باي اوفر 2. في النوع ده من الاكزامبلز لما يقول لي بروف ذات بشتغل على الليفت هاند سايد لوحده وبجيب الفاليو بتاعته، وبشتغل على الرايت هاند سايد لوحده وبجيب الفاليو بتاعته. لو طلع لي التو سايدز ايكوال يبقى انا كده عملت بروفنج ان ده ايكوال ده. يلا كده هنبدا السوليوشن بتاعنا بالليفت هاند سايد. ساين 60 بروت 3 اوفر 2، وطبعا هنعمل براكت وهنحط عليه باور 2 لان انا عندي هنا باور 2. ساين 45 ب 1 اوفر روت 2 ونفس الكلام براكت وعليه باور 2. ساين 30 ب 1 اوفر 2 وبرضه هنعمل براكت وعليه باور 2. بالكالكليتر هنقدر نطلع الريزلت بتاعت كل نمبر، وفي الاخر هنطلع السمبلست فورم ب 3 اوفر 2، ودي كده الريزلت بتاعت الليفت هاند سايد. هنيجي بقى نشتغل على الرايت هاند سايد، بس الرايت هاند سايد هنا زي ما احنا شايفين جايب لي الانجلز كلها باي. لازم احول الانجلز دي للديجري ميجر. ازاي؟ بحط مكان الباي 180. طب يلا 180 اوفر 6 هتبقى ب 30، فعشان كده هنا اكتب كوزاين سكوير 30. باي اوفر 2 ب 90، باي اوفر 3 ب 60، باي ب 180، باي اوفر 3 ب 60، 3 باي اوفر 2 ب 270. يبقى اول ستيب انا عملتها حطيت هنا مكان كل باي 180 والبروبلم زي ما هي. نبدأ بقى ايه نطلع الريزلت بتاعت كل تريجونومتريك فانكشن. كوزاين 30 بروت 3 اوفر 2 وبراكت وعليه باور 2 عشان هنا باور 2. ساين 90 ب 1 ماينس 1 اوفر 3 تان 60 بروت 3 وبراكت وعليه باور 2 عشان هنا باور 2. كوزاين 180 بنيجاتيف 1 بلس كوزاين 60 ب 1 اوفر 2 اول تو ذا باور اوف 2 وساين 270 بنيجاتيف 1. هنطلع الريزلت بالكالكليتر هتطلع لي الفاينل انسر للرايت هاند سايد ب 3 اوفر 2. نبص كده هنا الليفت هاند سايد 3 اوفر 2 الرايت هاند سايد 3 اوفر 2، يبقى ذيرفور ذا تو سايدز ار ايكوال، ويبقى انا كده عملت البروف اللي هو طالبه مني. Another example. Find the value of x which satisfies x sin pi over 6 cosine square pi over 4 equals cosine square 30 sin pi over 2. هنا شباب لما يقول لي find the value of x مش هعمل بقى زي الاكزامبل اللي فات، يعني مش هقسم المساله لليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، لا دي هي كلها بروبلم واحده لما يقول لي find the value of x. بس في حاجه عملناها في الاكزامبل اللي فات لازم نعملها هنا الاول، ان مكان كل باي احط 180 علشان احول الانجلز دي للديجري ميجر. فاول ستيب في السوليوشن يلا x sin 180 over 6 هتديني 30، 180 over 4 هتديني 45. طيب برضو هنا في الرايت هاند سايد هحط مكان الباي دي 180، فهتبقى 180 over 2 هتبقى 90. بعد كده ابدا اطلع الفاليو لكل تريجنومتريك ريشيو او تريجنومتريك فانكشن. الاكس زي ما هي sin 30 بهاف كوزاين 45 ب 1 اوفر روت 2 وفي براكت وعليه باور 2 عشان هنا باور 2. كوزاين 30 بروت 3 اوفر 2 وبرده في براكت وعليه باور 2 عشان عندي هنا باور 2. واخر حاجه ساين 90 ايكوالز 1. الستيب اللي بعد كده يا شباب هطلع الريزلت بتاع الملتيبليكيشن ده، هنعمل على الكالكليتر ده كده بالظبط كوبي بيست، هيطلع لي بكوارتر، يبقى اكس تايم كوارتر هتبقى كوارتر اكس، وده على الكالكليتر مره واحده هيطلع لي ب 3 اوفر 4. اخر ستيب هوردي ال 1 اوفر 4 بالديفايدد هتبقى الاكس ايكوالز 3، ويبقى ده كده الريكوايرد في البروبلم اللي هو الفاليو اوف اكس. Another example if x belongs to 0 و 90، يعني عندي الاكس هنا في الفيرست كوادرنت. Find the value of x that satisfies sin x
6 square 45 equals 10 square 60 minus 2 cosine 360. هنبدأ السوليوشن بتاعنا ان انا اطلع الفاليو لكل trigonometric function. ازاي؟ فهنا اول step معايا في السوليوشن هطلع الفاليو بتاع كل trigonometric function. يلا كده نبدأ. sin x as it is. طيب sec 45 ازاي بنطلع sec 45 وانا ما عنديش على الكالكوليتر sec؟ هنعمل ايه بقى في حاجه زي كده؟ احنا عارفين ان السك هي الريسيبريكال بتاع الكوزاين، فهنطلع على الكالكليتر كوزاين 45 هتطلع لي 1 اوفر روت 2. طب السك هي الريسيبريكال بتاع الكوزاين، طب ما يلا نجيب الريسيبريكال 1 اوفر روت 2. لو جبنا الريسيبريكال للفراكشن ده هيبقى روت 2 اوفر 1، ودي كده الفاليو اوف السك زي ما احنا شايفين مكتوب روت 2، وطبعا في هنا باور 2 فهنحط هنا باور 2 equals 1060 بروت 3، وطالما في باور 2 برضه براكت وعليه باور 2 minus 2 times كوزين 361. طب الستيب اللي بعد كده هنعمل ايه يا شباب؟ روت 2 باور 2 ب 2، يبقى عندي هنا في الليفت هاند سايد هيبقى عندي 2 times sin x equals روت 3 باور 2 ب 3 minus 2 times 1 ب 2 و 3 times 2 equals 1. اخر ستيب هودي 2 الناحية التانية هنا بالديفايدد، هيبقى عندي sin x equals 1 over 2. طيب sin x equals 1 over 2 الفاليو بتاعت الساين هنا بوزيتيف زي ما احنا شايفين half the positive number. من الاستيك رول الساين بتبقى بوزيتيف فين؟ في الفيرست كواد، لان في الفيرست كواد all positive، وكمان في السكند كواد. في السكند كواد بتبقى الساين كمان بوزيتيف، بس هو قال لي في الجيفن ان الاكس في الفيرست كواد، يبقى انا كده لما اعمل شيفت ساين هتطلع لي بالكالكليتر 30. طب ال 30 في الفيرست كواد ولا لا؟ يبقى انا كده هاخد الفاليو اوف اكس 30، ويبقى ده كده الريكوايرد في البروبلم اللي هو الفاليو اوف اكس. And by this example we have come to the end of our lesson. Thank you and see you later in another lesson. فهمت الدرس؟ ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الآن.